تقيم المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي بطولة ألعاب القوى المرحلة الثانوية بنين. هذه البطولة تحتضنها محافظة البصرة على ملاعب المدينة الرياضية، ملعب الفيحاء اللي تشوفونه أمامكم. شاكرين تعاون طبعا وزارة الشباب، المدينة الرياضية، كل الجهات اللي ساهمت بهذا الإنجاز. حقيقة هذه البطولة تضم 12 تربية، 12 محافظة يعني مشاركة بهذه البطولة، عدد ممتاز. يمكن شهدت اليوم، أنا تابعت نشهدت يمكن أرقام جديدة إن شاء الله. هذا راح يشهد عودة الرياضة المدرسية إلى سابق عهدها إن شاء الله، كبداية كنوات إن شاء الله أن ترجع الرياضة المدرسية إلى سابق عهدها بجهودكم بجهود الجميع إن شاء الله. إحنا مقسمة البطولة على أربع فترات، الآن فترة صباحية راح تنتهي أواشر على الانتهاء إن شاء الله، عندنا الفترة المسائية بها تصفيات أيضا، وباشر إن شاء الله عندنا الفترة الصباحية الثانية، وفي الختام راح يصير الفترة المسائية. طبعا كل الجهود اللي ضافرت الآن من إدارة، من قسم النشاط الرياضي، من وزارة حتى تنجح هذه التجربة. بالفعل إن شاء الله اليوم الأول الفترة الأولى الحمد لله مشت بسلام، وما شاء الله طلابنا حققوا بعض الأرقام إن شاء الله تعلم فيما بعد. عدد الفرق 12 فريق، 12 محافظة، يعني تقريبا ما يقارب 250 طالب مشترك هنا بين فعاليات مختلفة، بين فعاليات الرمي وفعاليات السرعة وبعض الألعاب الطويلة يعني ألعاب التحمل. شكرا للأستاذ حيدر رحرابه، وشكرا للأستاذ طه لمساعدتنا الطلاب، وشكرا جزيلا لكم أهل البصرة ما قصروا ويانا. من الأنشطة المركزية ولا مركزية لوزارة التربية بطولة ألعاب القوى التي استضافتها محافظة البصرة الفيحاء للمرحلة الابتدائية والثانوية، شارك منتخب تربية الرصافة الثالثة مدينة الصدر في هذه البطولة من ضمن عدة فعاليات. وهذه البطولة هي من الاكتشاف المواهب لاختيارهم في المنتخب العراق المدرسة الذي يشارك في البطولات الآسيوية والعربية. نشكر مديري العام للتربية الرياضة ونشاط المدرسة على تفعيل البطولات المدرسية لما لها أثر إيجابي على نفسية وعقلية الطالب. كذلك نشكر محافظة البصرة على الاستقبال الجميل، والبصرة معروف عليها ورأينا في خليجي 25 أنه كرم البصرة ونفسية البصرة وأهل البصرة هم يمثلون العراق بخير تمثيل في جميع المحافل. كم عدد المشارك؟ احنا حوالي 12 طالب متوزعين على جميع الفعاليات. مثل ما تعرف ألعاب القوى فيها فعاليات كثيرة، منها 400 ومنها 1500 ومنها المطرقة ومنها موزعين على عدد فعاليات. الأعمار المشاركة؟ الأعمار المشاركة 2007 و2006 و2008. محافظة الموصل اليوم شاركت 200 متر حرة، وجيت المركز الأول الهدى الثانية الحمد لله. وطبعا بطولة ناجحة، تنظيم ناجح، عاشت ايديكم. طبعا كانت منافسة قوية، وإن شاء الله ننتظر النهائي العصر إن شاء الله هم نجي من المراكز الأولى. توقعاتكم؟ والله إن شاء الله أول ثاني إن شاء الله. يعني اليوم المديرية العامة لتربية البصرة أقامت بطولة ألعاب القوى لمحافظات القطر بإشراف وزارة التربية، المديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي. ويعني تقريبا يعني ملعب نظامي وبطولة حلوة، وهي هاي يعني الرياضة المدرسية هي أساس اللعبات، أساس اللعبات. احنا نطالب السيد الوزير، نطالب هذا أن يهتم بالرياضة المدرسية لأن هي النواة المستقبل لجميع الفعاليات. يعني احنا شوف هسه شحلات الطلاب تجمع، هسه حطموا رقم قياسي، قلنا يعني احنا الرياضه المدرسيه يعني مو من قبل الوزاره، هي الدعم في كل الوزارات قليل، لكن يحتاج لنا الى دعم مادي لان هي اساس الرياضات، هي الدعم المادي اللي ينتج لنا هاي الطاقات الشبابيه الحلوه اللي قاعد تشوفون. يعني احنا غايتنا يعني هي ابراز المواهب في مثل هكذا بطولات. ضمن الخطه المركزيه للمديريه العامه للتربيه الرياضيه والنشاط المدرسي اقيم هذا التجمع اليوم الاول من سباقات المرحلة الثانوية المدارس التربيات المنتخبات المدرسية للمحافظات بألعاب القوى المرحلة الثانوية. حقيقة اليوم الأول برزنا يعني رقم قياسي على ما أعتقد في سباق 1500 من تربية الرصافة الثالثة باسم العداء مصطفى. حقيقة هاي التجمعات هي يعني تفرز لنا هاي النتائج والأبطال إن شاء الله. إحنا تربية محافظة النجف نفس العمل، يعني كل سنة إحنا ضمن المراكز الثلاثة الأولى. نقدم شكرنا وتقديرنا عاليا إلى محافظة البصرة، حقيقة
تواقون ومشتاقون انه اقامه البطولات في هذه المحافظه العزيزه على قلوب العراقيين جميعا. محافظه يعني لها تاريخ في كل البطولات المدرسيه او غير المدرسيه. الحمد لله والشكر اليوم الاول اجواء طيبه، السباقات في همه عاليه ومستوى. شكرا للجميع. Yeah.